الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله صلوا في رحالكم صلوا في رحالكم. هذه الصيغة الأولى بالنسبة لصلاة الفجر. الصيغة الثانية الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله صلوا في رحالكم صلوا في رحالكم حي على الفلاح حي على الفلاح صلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الصيغة الثالثة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله صلوا في رحالكم صلوا في رحالكم الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله هذه الصيغة الثلاثة التي ورد بها الدليل من حديث ابن عمر وحديث ابن عباس وكلها في الصحيح بحمد الله تبارك وتعالى خاصة مثلا هذه لصلاة الفجر على اعتبار الصلاة خير منها ونفس هذه الصيغة لبقية الصلوات الظهر العصر المغرب والعشاء بنفس هذه الصيغة تماما وبنفس وضع كلمة صلوا في رحالكم مرتين أو صلوا في دوركم مرتين أيضا أو صلوا في بيوتكم كلها واردة بدون لفظ الصلاة خير من النوم أعتقد أن المسألة واضحة للجميع ونسأل الله أن يرفع عنا وعن بلادنا وعن المسلمين الوباء والداء والبلاء والأدواء والوباء وصلى الله عليه وسلم عليه وصحبه وسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين تم تحرير صوتيا في ليلة الأربعاء لسبع باقين من رجب الفرض الأصم الحرام ونصل إلى سنة لعام 41 هو 400 ميلاد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم 17 من شهر مارس لعام 2020 بالتقويم الجريجوريان.